طيب نطلع ناخذ بعض حالات راح نطبق هذا على الدي كابلت اند كابلت فلويد تانكس. راح ناخذ اول شيء مثال بسيط بس حتى تشوفوا منه فكره كيف بطبق ستيت سبيس موديلنج على سيستم زي هيك. راح اخذ تانك له اوريفيس زي التانك اللي اخذناه قبل شوي، وفي له هون راح اسمي هذه راح اسميها ار. فرح اخذ ار مساوية 1 على سي دي في اي في جي على 2 اتش نوت. ولاحظوا ليش اخذنا ار، متذكرين قانون اوم؟ قانون اوم ايش بيقول؟ في اوف تي اذا قسمته على ار بعطيني اي اوف تي. فكانه اذا عندي فولتج معين والفولتج قسمته على ريزيستنس بعطيني، فكانه هذا زي الفولتج زيه زي البريشر زيه زي التورك، واذا حطيته على ريزيستنس في شيء ريزيستنس بعطيني نوع من الفلو. هاي كقاعده عامه كفكره عامه لكل السيستمز. فاذا عندي فولتج وحطيته على ار بعطيني فلو، هذه فلو لكولومز لتشارج مزبوط. واذا كان عندي تانك وحطيت بالتانك هذا بريشر، والبريشر هذا بيتناسب مباشره مع الهايت مزبوط، مش الهايت والبريشر هون زي بعض، الاختلاف بينهم بس كونستنت. إذا جيت حطيت كل ما كان الارتفاع هذا أعلى شو بيصير بالبريشر عند النقطة هاي؟ بزيد. ولما يزيد البريشر عند النقطة هاي شو بيزيد عندي؟ الفلو. لا بزيد الفلو. مين اللي بخفف من الفلو؟ R. فإذا قسمت H of T على R بتكون عندي Q of T. هذا قارن بهذا القانون وهذا القانون، مش بيشبهوا بعض؟ أوكي؟ H of T كأنه بريشر أو كأنه فولتج أو كأنه effort، بيشبه الفولتج اللي كانه بريشر. ار كانها مقاومه اللي بتقاوم، بس طبعا هاي هون فلويدك بتقاوم الفلويدك فلو، هاي بتقاوم الفلو تبع الشحنات، وهذه هي فلو مش هيك نوع الفلو؟ فلو لايش؟ لشحنات. مش هاي دي كيو على دي تي كولومز ريت اوف باسج اوف كولومز بير سكند، هاي ريت اوف باسج اوف فلويد فوليومتريك فلويد بير سكند. فراح نحط هذه المعادله اللي هون، راح احط ار بهذا الشكل بحيث اني الان بصير المعادله هاي شو راح تتحول الان؟ راح تصير كيو اوف تي بتساوي اتش اوف تي على هستعمل هاي المعادله. نعم نقدر نحط البريشر رو جي في اتش بصير بدك تحط البريشر حطه نفس الشيء، ما بتفرق. اذا بدك تحول اتش اوف تي وتعمل كل شغلك على بريشر بصير، بس انا بهمني اكثر اتش هو كونستنت بينهم. شو العلاقه بين البريشر واتش اوف تي؟ إذا جيت أحسب البريشر عند النقطة هاي P of T بده يساوي الوزن على الأريا مزبوط؟ الوزن شو بيساوي؟ القاعدة في الارتفاع اللي هي A في الارتفاع اللي هو H of T مزبوط؟ هي أعطاني إيش هذا أعطاني؟ وحدته؟ فوليوم. إيش بضربه الآن؟ في رو، في رو شو بعطيني؟ ماس مش هيك؟ وإذا ضربته بعدين في جي شو أعطاني؟ ويت مزبوط؟ بعدين إذا قسمته تعريف البريشر هو فورس شير بير يونت اريا، فصار عندي رو جي. فالتحويل بينهم هو بس كونستنت، هو رو في جي مزبوط. التحويل بين التو فيريبلز هذول، بدك تشتغل على بريشر اشتغل، بس احنا اسهل لنا هون نشتغل على اتش تي لانه كل شغلنا هون احنا ما عم نتحكم بالارتفاع، ما عم بحاول اتحكم بالبريشر. طيب ناخذ الان هذا التانك، اذا جينا حطينا هون هيك بهذا الشكل، هي عندي هون مضخه وعندي هون، هاي راح نسميها كيو انبوت، راح احطها اي 1 للتنك الاول، وهون عندي q out 1 of t، وهذا عندي راح اسميه h1 of t. h1 of t، فصار عندي هلا هاي المعادله وراح احط تنك ثاني. هلا راح تستغرب ليش حطينا تنكين منفصلين تماما عن بعض. السبب انه راح اطلع انا ستيت سبيس موديل تبعهم، وبقدر اعمل ستيت سبيس موديل تبعهم. راح تقول لي ما هم كومبليتلي ديكابلد مزبوط؟ احنا مستغربين ليش بنحطهم، بس انا بقدر اعملهم، بس لما اطلع على شكل ايه شو بتتوقعوا شكل ايه تكون؟ شو متوقع شكل ايه تكون بهاي الحالة؟ دايجونال. دايجونال، ليش دايجونال؟ مفصولات دايجونال. لأنه عندي هاي هون هلا هذا راح يصير H2 of T، ونفس الشيء عندي هون pump، وهاي عم تعطيني Q input 2 of T، وهاي H2 of T، وهذا Q out 1 وهذا Q out 2 of T، وهذه عندي راح أسميها R1، وهاي راح أسميها R2، وهون عندي area راح أسميها A1، وهون عندي اريا راح اسميها A2، وراح ابدل محل A1 و A2 C1 و C2. ليش استعملت C؟ كاباسيتر، لانه كانه التانك بيشبه الكاباسيتر. الاتش كانه فولتج
كمية الفوليوم اللي موجودة في التانك كأنها إيش بحالة الكاباستر؟ تشارج تمام؟ والأريا كأنها الكاباستر. أوكي؟ لو جبت تشارج كتيرة وحطيتها على كاباستر إيش رح يصير بالفولتج تبع الكاباستر؟ رح يرتفع مظبوط؟ إذا جبت نفس تشارج وحطيتها على كاباستر تاني بس الكاباستنس تبعته منخفضة شو رح يصير بالفولتج تبعه؟ تذكروا دائما عندي Q الشحنة بتساوي C في V مظبوط؟ إيش بقابل عندي هون؟ الفوليوم تبع المي بيساوي الأريا في H of T مظبوط؟ هذه طبعا هون في فولتج فولتج C constant و A constant وإذا بدك فكر هون في التشارج اللي موجودة Q of T خلينا نحطها كابتل أوكي؟ هاي المعادلة مش تشبه هاي المعادلة؟ فأنا حطيت هون راح أسمي هذه C وهذه C منها نكتب المعادلة الأولى عندي Q input 1 of T minus Q output 1 of T إيش بتساوي؟ بدها تساوي D volume DT مش هيك؟ واللي هي C1 H1 dot of T كل فاهم ما هي إجت عملناها قبل شوي أوكي؟ هذه عبارة عن D volume as a function of time بس الفوليوم بيساوي DV على DT الاشتقاق بالنسبة للزمن إيش ببدله؟ بدوت واذا ضربت سي في اتش بتعطيني الفوليوم تبع اللي عندي كيو اوت ايش بدي استعمل الان اللينيرايزيشن اللي عملناها هون مش هيك اللي هي اتش تي على ار بس انا عندي هون اتش 1 فبتصير هذه اتش 1 اوف تي على ار 1 وعندي هون كيو انبوت 1 اوف تي بتساوي سي 1 اتش 1 اوف تي شو صارت هاي معادلة؟ derivative equation مظبوط؟ وإذا طلعت على state space models ممكن إيش أعمل في H1 هون؟ أحط محلها X1 يصير عندي X1 dot مظبوط؟ وهون عندي X1 وهذا كأنه U of T مش هيك؟ مظبوط؟ كأنه هذا U of T نقسم على C1 بتصير عندي المعادلة H dot بتساوي minus 1 على R1 C1 مضروب في H1 of T plus Q input 1 of T مقسوم على لازم أقسم الكل على C1 مش هيك ناخد المعادلة الثانية المعادلة الثانية رح تكون نفسها بالضبط مظبوط بس إيش الاختلاف بدال H1 بيكون عندي H2 فبصير عندي H2 dot of T بتساوي minus 1 على R2 C2 H2 of T زائد وهون عندي نفس الشيء Q input 2 of T على C1 منعود الآن بنحط x1 of t تساوي h1 of t x2 of t تساوي h2 of t وخلي هاي كمان تساوي y1 of t وهاي بتساوي y2 of t فشكلني شو عملت؟ حطيت سنسر على x1 h1 وسنسر على h2 فبالتنك هذا انا حاطط سنسر وبالتنك هذا حاطط سنسر منه ف y1 و y2 هلا اذا كتبنا المعادله بدلاله x1 و x2 شو بتصير هاي المعادله؟ x1 dot of t بتساوي minus 1 على R1 C1 H1 إيش بحط محلها؟ X1 of T و 0 X2 of T وبعدين عندي 1 على C1 مضروبة في Q input 1 of T بعدين عندي المعادلة الثانية راح تصير X2 dot of T بتساوي 0 X1 of T ناقص 1 على R2 C2 X2 of T زائد 1 على C2 هاي غلطنا هون لازم تكون هاي C2 واحد على C2 Q input 2 of T ماشي؟ إذن A شو بتساوي الآن؟ رقم 0 0 رقم مش هيك؟ minus 1 على R1 C1 0 0 minus 1 على R2 C2 B شو بتساوي؟ هلا هاي أنا هون في إشي ما كملته مظبوط إيش كان لازم أعمل؟ زائد 0 Q input 2 of T ما فيش عليها مظبوط وهاي كان لازم أحط لها 0 Q input 1 of T وهذا كان لازم أحطه صارت عندي الآن B 1 0 0 أو مش 1 1 على C مش هيك فهاي بتصير عندي 1 على C1 مش هيك 0 0 1 على C2 كأنها هاي إيش؟ كأنها identity matrix مش هيك كأني مدخل two inputs فأنا فعليا عمالي بقول هذا السيستم
اكيد انه فول ستيت كنترولبل. واضح بالنظر انه فول ستيت كنترولبل. ليش؟ لان انا عندي تو انبوت وعندي تو ستيتس، بتحكم بالستيت هاي بالانبوت هذا، بحكم بالستيت هاي بالانبوت هاي، مش هيك؟ فواضح بدون ما افحص A واضح انه السيستم فول ستيت كنترولبل. طيب C شو بتساوي؟ انا حطيت X1 بتساوي Y1 و X2 بتساوي Y2، فانا استعملت C ايش؟ Identity matrix 1 1 0 0، ودي بتساوي كم input انا عندي؟ عندي 2 inputs 1 output، مش هيك؟ فلازم تكون دي 0 0 مضبوط هيك؟ هيك مضبوط دي 2 inputs 1 output. هاي صار عندي الموديل كامل منه. فالسيستم هذا اكيد انه فول ستيت اوبزرفر فول ستيت كنترولبل. انا عارف انه سيستم بسيط، بس انت اول ما تطلع على هذا السيستم ايش بتلاحظ على الدياجونال؟ ايش بتلاحظ على الماتريكس؟ ايه فولي دياجونال، معناها السيستم دي كابلد. اذا هذا بنقول عنه سيستم فولي دي كابلد، يعني ما في اي ارتباط ما بين السيستم الاول والسيستم الثاني، وهذا فعليا ما بحتاج له ستيت سبيس. مزبوط، فيش حاجه اغلب حالي بالستيت سبيس. شو برجع بعمل؟ بعمل كنترولر لهذا وكنترولر لهذا، ما فيش اصلا انتر اكشن، ما في كابلينج ما بين ستيتس، فولي دي كابلد، ستيتس فولي دي كابلد.